وسهلا بكم من جديد، وتحية لكل اللي انضم لمتابعتنا. لسه مستمرين معكم في صباح الشروق اللي بيشرق بينا من كل ربوع الوطن الحبيب، بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، بكل التفاصيل الجميلة الموجودة في سوداننا اللي احنا بنحبه شديد. يعني في كل مكان بتشرق فيه شمس السودان بنشوف انه في تفاصيل مختلفة ومتميزة لبلدنا الحلوة اللي بنحبها، وبلدنا المليانة بتفاصيل السمحة والجميلة، بلدنا الزاخرة بإنسانها قبل ما يكون كل الحاجات الموجودة فيها، سواء كانت ثقافية، اجتماعية، زراعية، اقتصادية، كل الحاجات الموجودة فيها. احنا خلونا نشوف جزء من بلدنا الحلوة لواحدة من المناطق السودانية، نرجع تاني. هكذا تبدو لك مدينة الدلنج عروس الجبال، وأنت على سطح جبل السلطان الذي يحف المدينة من ناحيتي الشمال والشمال الغربي. مدينة هادئة وادعة متماسكة الأطراف، يعيش أهلها في سلام ووئام متأصل. بنيت على أساسه منظومة اجتماعية فريدة تمثلت في قبائل الأجنج، أكبر المجموعات السكانية بالمنطقة، والتي تتفرع شجرتها لعدة قبائل تربط بينها آصرة العرق والمظهر والمكان. أولها من حملت المدينة اسمها قبيلة الدلنج، ومثلها الكاركو والمندل والصبي والكدر والفندة والوالي والكاشة وأبو جنوك والكجورية. الدلنج هي القبيلة الوحيدة كانت ساكنة في الحتة دي، في هذه البقعة. ولما جاء الاستعمار في عام 1906 عمل مركز وبقى مدارس وتعليم وسوق، الناس هاجرت، ناس جات يعني جات طالبين الخدمات، التعليم والسوق والعلاج، بقى مركز وبقت محافظة. احنا في قبيلة الدلنج القبيلة الوحيدة كانت تسكن هنا، ونتميز بأننا احنا يعني نستضيف الضيوف ونحب الضيوف، وده كان دليل واضح انه في فتره التمرد الناس جو نازحين من الجبال، احنا يعني قاسمناهم الماء والنار والكلى، يعني ما بخلنا بحق اي انسان. وثانيا احنا في دلنج نظام اداره اهليه، الدلنج بيشمل 15 شيخ قبيله، خشم بيت كل خشم بيت عنده شيخ، ذيل بيعاونوا المك في 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 المشاكل، يعني في حل المشاكل الأسرية. أي مشكلة بيحلوا الشيخ، إذا عجز الشيخ بيجي للمك، المك لو عجز بحاولوا للأمير. هذا هو النظام الإدارة الأهلية. نقف اليوم عند قبيلة الدلنج. على هذا النحو تحتفل القبيلة سنويا بإرثها وتاريخها إحياء للموروثات الشعبية تتميز بها القبيلة، وتناقلتها الأجيال من جيل إلى جيل. الرقص والغناء الإيقاعي عند قبيلة الدلنج يتشابه مع بقية القبائل التي تكون مجموعة قبائل الأجنج، ولكن القبيلة لديها ما يميزها ويبرزها كقبيلة قائدة تضم بيت الأمارة لبقية القبائل، كيف لا وحاضرة المنطقة كلها تسمى باسمها. إذا مسكنا بعض المفردات اللغوية الموجودة في الشمال كمناطق أو أسماء ملوك كلها تتضمن قبائل الأجنج، نبدأ بالملك ترهاقة. ترهاقة جاي من ترهقة بلغة الأجنج، ترهقة أبو البنات، وهذا موجود في اللغة ومستخدم. عندنا كوش أو كوشة أو كوشة، هذه اللهجة هي لهجة الأجنج، وكوش أو كوشقة بمعنى التنصيب، كوشقة بمعنى التنصيب. هناك الملك آمون، حتى الآن مستخدم للجد الكبير يسمى ومون بمعنى سلالة، آمون سلالة الجد، وآمون هو أحد ملوك
النوبة العظام. ترهاق هذا هو من الذين كان ينتسب للديانة الرومانية وقد ساهم في صد الفرس. رقصة الكيرنج مثلا من نوعية الرقصات المشتركة عند كل قبائل الأجنج، رقصة إيقاعية تصاحبها طقوس خاصة تبرز القوة والمقدرة على إقناع الراقصة للدخول لساحة الرقص بصحبتك على نحو ما يفعل هذا الرجل. تتميز قبيلة الدلنج عن بقية قبائل الأمارة برقصتي القفز العالي وحلقة العقد أو الدوران التي يطوف من خلالها الراقصون في شكل دائري حول ساحة الاحتفال. تقوم مجموعة الحكامات بتمجيد وذكر نقائب الرجال وتشجيع الفرسان، ورقصة القفز العالي أو النط يشارك فيها الرجال والنساء برشاقة إنسان المنطقة المعهودة. فطبيعة المنطقة وبيئتها الجبلية لعبت دورا كبيرا في ذلك، وهذه الرقصة تؤدى في آخر الليل، وقديما كان الفرسان يرقصونها قبل الهجوم على العدو، فهي تمثل انتصارا للقرار. عندنا أغاني الكتكتك، وكتكتك بغنون نساوين الكبار، عبارة عن صفقة بإيقاع سريع. عندنا أشري برضو إيقاع سريع ويلعب كالكرنج. عندنا الكرنج ضرب باليد، عندنا الدره اللي هو النط العالي، عندنا إرشاد اللي هو الدوران. خاصة الدره والإرشاد خاص بالأغاني الحماسية، الحروب، الفراس، القتال. في قديم الزمان عندما يريدون أن يغزوا يقومون بهذه الأغاني بعد الساعة واحدة ليلا. عندما يأتي الساعة الرابعة ينطلق الفرسان والصبيان إلى الهجوم، إما الانتصار وإما الانتحار. فهذه الأغاني حتى الآن إذا غنت فالناس يهيجوا ويموجوا لأنه يثيرهم ويبعث فيهم الحماس. يشمل احتفال القبيلة دائما تجسيدا لحياة الإنسان لدى قبائل الأجنج التي تتسم بالبساطة والإلفة وحب الآخر. فالقبيلة ما تزال تحتفظ بمقتنيات فريدة ومخطوطات قديمة تحدث عن تاريخها التليد. التحية لكل أهل الطيبين الموجودين في مدينة الدلنج ولكل ربوع السودان.